كاين قانون البلاد غناخذوا حقنا. دابا الناس عرفوا هاد المهزله اللي دارت الجامعه واللي دارت هاد الرئيسه واللي داروا هاد الناس وغيفتحوا تحقيق في هادشي كامل. دابا حاجه وقت عندك وليدات غنطلع دابا غندوي معاك وغنزل انا وياك. عبد الرزاق عندك وليداتك وعندك كاين القانون في البلاد، كاين سيدنا، كاين شي حاجه فوق سيدنا، راه كاين سيدنا وكاين الله، كاين القانون. كاين القانون عبد الرزاق عارفين هادشي حنا علاقتنا معاك كتعرف الله يبارك فيك. غير هو تيصير الحساب هاد الوضعيه ديالك داير عارفين هادشي حفاظا على السلامه ديالك. بعدا انت دابا راه طلعتي من فعل عرفتي شنو كاين تما الفوق عرفتي انت شحال، ولكن شنو واقع والانفعال اللي انت فيه وهذا وداك العلو اللي فيه راه خطر عليك. هذه بعدا هيدا راه السلامه ديال اي مواطن كتمناها حنا في الدرجه الاولى. عاد نشوفوا المسائل الاخرى، حنا الا وقعت فيك شي حاجه هذاك الشيء كله ديك الساعه ما بقى ما هذاك الشيء كله ما بقاش صالح. اذا فكر في هذه القضيه دابا رزنتي خلينا دابا الحمد لله تكلميتي شي شويه هضرتي الناس سمعوا المسائل الاخرى كتقد في الارض. فهمت يا عبد الرحمن؟ سوف لي كاع مسلمين عليك كاع الا بعض المناطق كلهم العمال اللي غيتشرطوا بوليداتهم وعماتهم شنو غنمشيو نكريسيو غنناموا غنديروا شحال لا غنخدموا بالحلال وحنا مع هذا السيد هذا هادشي حشومه وعيب شمتي تشجر 11 عنده باش بيعوا لي واحد الصفقه تحت منه لا هو واش يديروا مع شي حل للطرف هما غير ساحر موال غنوصل واحد الرساله هاد الناس هادو هادشي اللي طرى لنا وطرى الولاد في دالة ولاد المحمدية بالمجلس اللي هو الأساسي اللي هو كيدو هاد الصفقات العمومية فيهم نصب واحتيال وتزوير واختلاس المال العام. كاينين الناس في الأمن، كاينين الناس في لابيجي هما اللي كيحميو ماشي ناس، كاينين جوج الناس هما اللي كيحميو هذا التجارة في الأقراص في الغبرة. يلا طيح وكيل صاحب الجلالة سي مرسلي يلا بزز باش جبد عصابة. أنا وليت مهدد بولادي بكل شيء، ها شنو طرا ليا؟ دخلوك ما يناهز على 170 واحد 150 ما كتحصاش، أتجاو نصيفطهم رئيس هاد الناس هادو هاد اللوبي هذا هو اللي صيفطهم ليا قال لهم يبان ليكم كيدور سيروا ليه. قلت لك القتله اللي كليت وما عمرني كليتها في حياتي تكليتها من وجاده ومن فاسه، وراه هاد الشيء وهاد الشيء هذا كامل راه لا سلطه ولا كل شيء راه متبع الاحداث، وراه كاينين فيديوهات عليهم وتصاور على الكميه اللي جابوا من مدن اخرين غير الكلوشارة ما كيعرفوا حتى واحد وعارفين روسهم بانهم محميين من دوك جوج الاشخاص اللي قلت انا اللي كيتولوا في يدهم السلطه وفي يدهم الامر باش يحيدوا هادشي كامل هما اللي مأيدينهم وداخلين بواحد القوه. وانا من هذا المنبر حسمت من جوج الناس
وما عمرني نأدي راسي لهذيك التهلوكة. إما بغيت الصوت ديالي يوصل، احترمت العامل واحترمت وكيل صاحب الجلالة وما على قبلهم، علاش هوت من الفوق وقالوا لي خذ القانون ديالك وحنا معاك وحنا معانا. اللهم إن هذا لمنكر، وبغيت ناس مختصة تجي تبحث، وغنجبد لهم واحد الأرشيف اللي منه مكان ديال هاد الشركات الوهمية وديال هاد الشركات اللي دون مقر دون والو. وبالنسبة لهاد الشركة اللي عطاوها الصفقة ديال ندى صفقات، بغيتهم يدخلوا ويبحثوا عليها. والسلام عليكم.